وينضم إلي من القاهرة السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. سيد رائد، أولا أهلا بك في الجلسة الأولى. هل هذا المسار الصعودي الذي نراه على أسعار برنت الآن ربما معرض للتراجع وسيكون الهبوط حاد تماما كما رأينا في السيناريوهات القديمة، ربما بعد موجة الارتفاعات التي استمرت من 2008 تقريبا حتى 2014؟ يصعب الجزم بذلك نور، لأنه في عنا حالة، صحيح عنا حالة الباكورديشن، ولكن عنا ارتباط وثيق بمتغيرات فاندمنتلز على الأرض عم بتصير، وهي اجتماع أوبك بلس والذي يغير بشكل مباشر بالمعروض النفطي إجمالا. نحن عم نتحدث على رفض إماراتي كان يوم أمس لأن يكون هناك زيادة في الإنتاج من أوبك بلس بحوالي 2 مليون برميل يوميا، وتم يعني نوعا ما إلغاء هذا الأمر. إذن ذلك يعني أنه ممكن أنه الحديث داخل أوبك بلس على أن يكون هناك رفع سريع في صفوف الإنتاج هو أمر نوعا ما يضغط على الاقتصاد أو على الأسواق، على الاقتصادات أو على الأسواق بشكل عام، وإنما يحتاجون إلى الإبقاء على مستويات الإنتاج ثابتة نوعا ما. ليش؟ لأنه أنا في عندي اضطراد بالطلب، ولكن أيضا يوجد قلق من الفترة المستقبلية من تباطؤ أو تراجع الطلب بنتيجة ضغط كورونا أو عودة إغلاقات اقتصادية قد تفرض على الاقتصاد، يعني على الاقتصاد العالمي ككل يعني تباطؤا وضعفا، وبالتالي مستويات رائد كثير بتوازن السعر. عذرا على المقاطعة رائد، ولكن هل هذا ربما يعكس هذه الحالة من الباكورديشن التي نراها في الأسواق؟ هناك ربما توقعات لسوق هابطة تسيطر على المزاج العام، وهذا هو الذي يعكس حالة الأسعار الحالية الآنية السبوت برايسز التي تفوق الأسعار الآجلة بتقريبا دولار واحد، وهي يعني أرقام مرتفعة كفارق نسبة إذا ما قارنا يعني بالسنوات السابقة. ولكن يوجد ضغط كبير بالاتجاه الصاعد كذلك الأمر، هذه النقطة المهمة. إذا كان في عندي حتى العقود الفيوتشرز معرضة على أنه ترتفع بشكل حاد، أوبك بلس على إبقاء في مستويات الإنتاج عند حالتها، فبالتالي الجاب اللي نحن عم نشوفه والفجوة اللي عم نشوفها ما بين الفيوتشر برايس والسبوت برايس اللي هي الفيوتشر اللي عم بيكون أقل والذي يوفر الفرصة أن تشتري أسعار أقل بالفترة القادمة، وبالتالي يكون هناك تباطؤ في عملية الطلب الحالية. لا ننسى أن الطلب يحدث فعليا، سواء كان يعني معلش حتى لو كنا عم نحكي انه فيوتشر برايس اقل، ولكن في عندي زياده بالطلب واحتاج لنذكر المشاهدين بهذا الرسم البياني الذي يظهر الفارق، سنعرضه الان، الذي يظهر الفارق بين العقود الحاليه والعقود الاجله نراها الان. يعني هل هذا يعكس سنتمنت، ربما سنتمنت مخاوف في الأسواق، ولا هي فقط يعني نتيجة الطلب المتزايد والتعافي الاقتصادي الحالي مع استمرار الضبابية فيما يتعلق بالمستقبل؟ يعني احنا عم يكون في عندي تفاؤل بانه ارتفاع مستويات الطلب اللي هي عند 96.5 مليون برميل يوميا الى مستوياتها ما قبل الازمه عند 4 مليون برميل، فنحن عم نتحدث على امكانيه اضطراد اكبر في الطلب خلال العام القادم، وهذا ايضا في نفس الوقت مع عوده افتتاح الاقتصادات يوجد عمليه يعني استعاده لسلاسل الامداد وزياده في الانتاج، وبالتالي الطلب مفروض على يعني المستخدمين النفط بشكل مباشر ان يكون هناك طلب آني ولحظي الآن، خصوصا أنه أيضا معظم مخزونات النفط تم استهلاكها بمستويات أقل بكثير بالفترة الماضية، بالتالي يوجد عملية طلب فعلي على الأرض، تم استخدام جزء كبير من المخزونات، إذن الطلب سيستمر، وعندنا أوبك بلس اللي ممكن أن تغير نوعا ما في الأزمة، بالتالي التوقعات هي التي تدفع الفيوتشرز أنها تنخفض، كونه أنه متوقعين أنه يكون في عندنا ضغط من النفط الإيراني، متوقعين أنه رفع من مستويات يعني الإنتاج، متوقعين أنه العرض هو الذي يحرك، ولكن على الأرض حاليا هذا ممكن أن يتغير مباشرة بعد نتائج الاجتماع. يعني هذه لعبة توقعات. رائد، ويوجد مجال الارتفاعات إلى 100 دولار حتى، يعني ممكن أن نصل على هذه الحالة مع وجود الجاب إلى مستويات فوق 85 دولار للبرميل إذا لم يكن هناك وضوح. يعني مع نهاية العام برأيك؟ تكنيكلي مع نهاية العام. طيب لفتني فنيا نحن يوجد يعني المستويات 80. لفتني أمرا هام، يعني قد يكون صدفة أو قد يكون ربما يعكس حالة في السوق اليوم،
هو السيل أوف الذي شهدته أسواق الأسهم في عام 2008 تماما بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار النفط للسبايك، ربما هي مشابهة للسبايك أو لهذا الارتفاع الذي نراه اليوم. هل هذا ربما سينعكس على أسواق الأسهم، وخصوصا يوم أمس كنا قد عرضنا الحالة العكسية التي بدأنا نراها، أو النيجاتيف كوريليشن التي بدأنا نراها بين الاس ان بي 500 واسعار النفط؟ هل برايك سنشهد نوع من سيل اوف في اسواق الاسهم في هذه المرحله، ربما مع المخاوف من عرقله التعافي الاقتصادي؟ يعني حقيقه انا يعني لست قلقا بشكل كبير من ان يكون في عندي عمليه كراش او فلاش كراش او انخفاض حاد في الاسواق الامريكيه في الفتره القادمه. لماذا؟ لانه في عندي ضعف وبطء نوعا ما في عمليه تشديد السياسه النقديه. نحن شفنا اليوم على سبيل المثال، وليس الحصر على سبيل المثال، العمله الاحتياطي الاسترالي ثبت اسعار الفائده وحتى ابقاها منخفضه لعام 2024، بينما ونعرف تماما ان الاقتصاد النيوزيلندي والاسترالي ميالين الى تشديد السياسه النقديه بطريقه او بوتيره اسرع من الاقتصاد الامريكي، وهم بعيدين ايضا عن وتيره الرفع السريعه التي تحدث بالاقتصادات الناشئه. اذا عندي اقتصادات ناشئه تتاخر وتتباطأ بعض الشيء بتشديد السياسه النقديه، علما انه في مخاطر التضخم الجامح موجوده امامها، ليس الووكينج انفليشن وانما نوصل لمرحله الهايبر انفليشن. بينما الاقتصاد الامريكي صحيح لوح بأنه يمكن أن يشد السياسة النقدية، ولكنه لن يقدم على ذلك، لأن الاقتصاد بعد البيانات اللي ظهرت في سوق العمل على سبيل المثال تظهر أنه التعافي لا يزال بطيء نسبيا، والتسرع في تشديد السياسة النقدية قد يكون مضر، وأن فعلا عوامل التضخم المرتفع هي عوامل مؤقتة على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي هذا يعطي مجال لأن تستمر الارتفاعات بشكل أكبر على أسواق الأسهم على وجه التحديد. ورأينا أيضا عملية يعني ضعف في الدولار الأمريكي بشكل عام سبب ارتفاعات في معظم المنتجات، خصوصا بعد بيانات الوظائف الأمريكية، فهذا كمان عم يعطيني بالربط مع أسعار النفط. يعني أعيد وأكرر أنه النفط لسه مرشح لمزيد من الارتفاعات، هذه ليست القمة ومن ثم الهبوط، يمكن الحديث عن الهبوط بعد أن يعاني النفط نوعا ما أو يعود للتصحيح مجددا. طب بالعودة إلى الأسواق الأمريكية، هل برأيك العامل الذي سيكون ربما نقطة التحول في أسواق الأسهم الأمريكية هي البيانات التي ربما ستظهر ارتفاعا وليس مؤقتا، ارتفاع مستمر مستدام في الويجز، في الويج يعني ربما ويج انفليشن هي التي ستكون العامل الأساسي الذي سيغير اللعبة فيما يتعلق بأسواق الأسهم؟ بلا شك التضخم في الأجور، يعني نحن نعلم تماما أنه عندي الأجور إجمالا أو معدل التغير في الأجور أن يجب تبيت أو أن يتفوق على معدل التغير في التضخم. إذا لم يحدث ذلك فإن نحن عم نحكي على تضخم ذو أثر سلبي على الاقتصاد، فبالتالي الأنظار تتجه إلى معدلات الأجور أن ترتفع بوتيرة أعلى من الوتيرة الحالية. وأيضا أعداد الوظائف، أنا لن يثير القلق ما لم يحقق الاقتصاد الأمريكي وظائف أو إضافة وظائف بمليون 200 إلى مليون 300 ألف وظيفة في الشهر، وانخفاض معدلات البطالة في نفس الوقت. بالتالي لا يوجد ما يثير القلق إذا لم نصل إلى هذه الأرقام على الأقل. نعم. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لذلك يضطر إلى الدخول بتشديد السياسة النقدية، غير ذلك قد يؤخر عملية أي حديث عن تشديد السياسة النقدية. وبكرة عم نستنى محضر الاجتماع صحيح. الأخير اللي هو قد يوضح أكثر. نعم، وهو المحضر أيضا الذي تنتظره أسواق العملات. سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم.